ولكن في هذه الفقرة بالتحديد راح يكون معنا ضيفنا مدير إدارة تطوير قطاع الصحة في منشآت الضيف عثمان القاضي. ويسعد مساك أستاذ عثمان. الله يسعد مساك وشكرا على الاستضافة. شكرا لك أستاذ عثمان على وجودك معنا لليوم. بس خليني أبدأ بداية أنه منشآت أطلقت أسبوع الصحة للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي. طبعا هذا كان يوم الأحد في فعاليات أسبوع الصحة في مراكز دعم المنشآت بمدينتي الرياض والمدينة المنورة ومحافظتي الخبر وجدة. بس ودنا أن نسلط الضوء على هذا الحدث بالتحديد ونحكي عن التفاصيل. طبعا يعطيكم العافية على تسليط الضوء على هذا الأسبوع. طبعا أسبوع الصحة هو حدث سنوي تقيمه هيئة المنشآت الصغيرة المتوسطة، تضم فعاليات أسبوع التي تهدف منظومة وزارة الصحة تستهدف منظومة وزارة الصحة والمنشآت العاملة في القطاع لعرض تجاربهم الناجحة ومسيرتهم في التغلب على التحديات اللي تواجههم. عندنا تقريبا 27 لقاء حضوري وافتراضي بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، تهدف للتعريف بالفرص الاستثمارية والمبادرات الحكومية التي تخدم قطاع المنشآت الصغيرة المتوسطة العاملة في المجال الصحي. جميل. طبعا يتضمن أسبوع الصحة فعالية مجلس دعم المنشآت التي استضافت يوم الأحد معالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبد العزيز رماح، كما استضفنا الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء أستاذ الدكتور هشام الجضعي، وكذلك بالأمس شرفنا حضور الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور شباب الغامدي، وإن شاء الله سيتم استضافة الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أوس الشمسان. ذلك الحديث عن البرامج والمبادرات التي تقدمها لتمكين ودعم القطاع الصحي كنشاط إدارة دورة الإيرادات الصحية، آلية تسجيل الأدوية، متطلبات آلية ترخيص المنشآت وإدراج منتجات التجميل، وعدد من الفرص والمحفزات كالرعاية الأولية والتعريف بالبرنامج التدريبي للتميز الطبي ودور الجهات في تعزيز الصحة العامة. الأستاذ طبعا أستاذ عثمان يعطيك ألف عافية على هذه المعلومات القيمة، وبالتأكيد رح نكون مواكبين لكم لكل حدث جديد، وأكيد رح نطلع المستمعين على كل جديد من منشآت وبأسبوع الصحة على وجه الخصوص. يعطيك العافية أستاذ عثمان. أستاذ عثمان القاضي كان معنا مدير إدارة تطوير قطاع الصحة في منشآت. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. شكرا.